القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلاب. عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد نبي الهدى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة، هي الحلقة الرابعة في تفسير سورة الكوثر، وكيف أن الله تبارك وتعالى امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه السورة بمنن لا حصر لها في الدنيا والآخرة. وهذه السورة إخوتي الكرام، العلماء لهم فيها قولان، الأول أنها مكية، والثاني أنها مدنية، بل هناك قول ثالث أن هذه السورة نزلت مرة في مكة ونزلت مرة في المدينة. وأغلب ما عليه الجمهور أنها مكية، ولذا كان الحديث فيها هنا حديثا يبين عظمة مستقبل هذا الدين. السورة تبين عظمة مستقبل هذا الدين، وأن الله تبارك وتعالى كما بشر نبيه صلى الله عليه وسلم بالعطايا التي لا انقطاع لها منذ الأزل وإلى الأبد، فإن الله تبارك وتعالى بشر نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده بقطع دابر الشانئين المبغضين المناوئين المعادين لهذا الدين. لذا قال الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. كما أن أعطيناك الخير الكثير العميم الذي لا انقطاع له في الدنيا ولا في الآخرة، ومن هذا نهر الكوثر في الجنة والحوض المورود في القيامة، فإنا ناصروك على شانئينك وأعدائك وأعداء دينك. فالقضية هنا منن لا تنتهي كما قلت. فقوله تبارك وتعالى: إن شانئك هو الأبتر، الشانئ هو المبغض، المعادي المبغض، يعني مش مجرد معادي فقط، معادي ومبغض. إن شانئك هو الأبتر، أي هو المقطوع. وزي ما قلنا إن العرب كانت يعني تعظم البنين على البنات، وكانوا يرون أن نسب الرجل وعقب الرجل باق ما دام له أولاد من الذكور، ولذلك كانوا يعني إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. كانوا يكرهون البنات، بل كانوا يئدون البنات، أي يدفنونهن أحياء خلاصا من عارهن، وكانوا يتفاخرون بالأولاد ويتفاخرون بالصبيان، لأنهم يروا أن الصبي أو الولد هو الذي يحمل نسب أبيه وجده، ويتكاثرون بأولادهم ويستنصرون بهم، ويكون لهم سندا وعونا، ويكون لهم يعني كثرة وعزوة كما يقول الناس، عزوة له. فكانوا يرون الرجل الذي لا ولد له ذكر أنه أبتر، أنه مقطوع، أنه بموته ينساه الناس. ليه؟ لأن البنت لما بتتجوز أولادها بينسبوا لزوجها لا ينسبوا لها، إذن البنت لا تمد بنسب ولا بسبب للوالد كما يرونهم. فجاء الإسلام فأبطل هذا هذه العقيدة وهذه الجاهلية الجهلاء، وعظم البنات وقدر البنات وقدم البنات، وبين أن البنات
هن المؤنسات الغاليات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: البنات هن المؤنسات الغاليات. والله تبارك وتعالى يعني تفضل على نبيه صلى الله عليه وسلم بالبنات والبنين كذلك، لكن البنين ماتوا في الصغر، وكان هذا امتحان للمشركين بنظرتهم الجاهلية الضيق، إن محمد مات له عبد الله، ومات القاسم، ومات بعد ذلك إبراهيم، فلا يعيش له ولد، إذن هو أبتر، هكذا يقولون. فبين الله تبارك وتعالى أن الأبتر الحقيقي هو المبغض لمحمد صلى الله عليه وسلم، المبغض لشرع محمد صلى الله عليه وسلم، المبغض لدين محمد صلى الله عليه وسلم، المبغض لهدي محمد، هو الأبتر، هو المقطوع، ليس مقطوع النسب ولا مقطوع الذنب فحسب، بل مقطوع الخير لا خير فيه. فكل من أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أبغض دينه، أو أبغض الإسلام، أو أبغض يعني السنة، أو أبغض الشريعة، فهو أبتر، هو أبتر، أي أنه سيقطع عن الخير في الدنيا، وسيقطع عن الراحة والنعيم في الآخرة، بل ولن يبقى له ذكر في الدنيا بعد موته، فإذا ذكر ذكر ومعه اللعنات. يعني شوف أبو لهب الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو جهل الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، والعاص بن وائل الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكعب بن الأشرف الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد من دول قال إن محمد أبتر، يعني اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم أو سبوه هذه السبة الوقحة، وقالوا عنه أنه أبتر، أي أنه مقطوع النسب والولد، وأنه إذا مات ولده خلاص انقطع، إذا مات هو انقطع الذكر، ظنوا كده إن محمد أول ما هيموت خلاص الناس هتنساه، عشان إيه؟ أولاد الذكور ماتوا. فكل هؤلاء لا يذكرون إلا باللعن. فأبو لهب إذا ذكرته تقول لعنه الله، أبو جهل لعنه الله، العاص بن وائل لعنه الله، كعب بن الأشرف لعنه الله. فإذا ذكر أحد هؤلاء الشانئين لا يذكر إلا وقد لحقتهم اللعنات، وقد لحقتهم اللعنات. فمن المقطوع؟ فمن المقطوع إذن؟ من الأبتر؟ الذي لا يذكر، أو إذا ذكر سبقته اللعنات ولحقته اللعنات، أم الذي إذا ذكر صلى عليه أهل الأرض وأهل السماوات؟ اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. هنا لنا عدة وقفات في هذه الآية العظيمة. الوقفة الأولى أن الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث. فإذا كان الله تبارك وتعالى يحفظ أولياءه ويحمي أولياءه ويدافع عن أوليائه، والأولياء هم الصالحون في الأمم، الصالحون من أتباع الأنبياء، سواء كانوا من حواريه أو أصحابه أو أتباعه، فكيف يحفظ الله النبي والرسول ويحميه ويدفع عنه الأذى؟ لا شك أن حفظ الله للنبي وللرسول أعظم من حفظه للولي والرجل الصالح. إذا قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإن أولى الناس بهذه الآية سيد الأنبياء وسيد الأولياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خوف عليهم فيما هو آت، ولا هم يحزنون على ما فات. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بنقول إن إذا كان حفظ الله ورعايته للأولياء ظاهر وبين، فإن حفظه ورعايته وكلاءته لنبيه صلى الله عليه وسلم أظهر وأكثر بيانا.
قال الله تبارك وتعالى: إنا كفيناك المستهزئين. كفاية دي قوي، كفاية ان ربنا يقول لنبيه إنا كفيناك المستهزئين، كفاية انه يقول له وإنك لعلى خلق عظيم. تعلمون ان اخلاق الانسان تبقى ولو مات، اخلاق الانسان الناس كلها تتغنى بالناس اللي ماتت لاجل ما تركوا من اثار اخلاقهم الحسنة. ورسول صلى الله عليه وسلم كان من اعظم الناس خلقا وأحسنهم خلقا صلى الله عليه وسلم، وقد أثنى عليه ربه في القرآن الكريم قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم. فبقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقاء سيرته الحسنة وذكره الحسن في الناس بأخلاقه لن ينقطع أبدا الدهر إلى قيام الساعة، فلا يذكره العدو ولا الحبيب إلا ويقول لقد كان على خلق حسن. المشركون كانوا يسمونه الصادق الأمين، وهرقل أثنى عليه حينما علم من أخلاقه وآدابه وما يدعو إليه، وغيرهم وغيرهم. حتى المشركون اليوم والكافرون اليوم لا يذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويقولون أنه كان صالحا وأنه كان حسن الخلق وأنه كان يعامل الناس وأنه وأنه. حتى قال برنارد شو أحد المفكرين الأوروبيين، يقول: لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم موجود الآن لاستطاع أن يحل مشاكل البشرية وهو يرتشف فنجانا من القهوة. عايز يقول لك إن محمد صلى الله عليه وسلم كان من العقلية والبداهة والحنكة والقدرة على حل مشكلات الناس، بحيث إنه هو يستطيع أن يحل مشكلة العالم كله وهو بيرتشف فنجان قهوة. طبعا الكلام ده فيه يعني فيه مسألة لا نريد أبدا إن هي تفوتنا، إن هم بيقولوا كده علشان لا يؤمنون هم بنبوة محمد، إنما هم يؤمنون إن محمد ده كان رجل صالح، كان رجلا صالحا وكان حاكما صالحا وكان ملكا صالحا. لكننا نقول أن محمد صلى الله عليه وسلم ما كان يحل مشكلات الخلق من عنديات نفسه، وما كان يصلح المجتمعات من عنديات نفسه، إنما كان يفعل ذلك بوحي ربه جل وعلا. فكان صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أحد الكتاب أيضا الأمريكان حينما ألف كتابا في عظماء البشرية، يعني عايز يكتب كتاب، كتب كتاب في مين أعظم ناس في البشرية قدموا مصلحة أو مصلحة أو عمل أصلح حال البشرية وأرسى السلام في البشرية. فذكروا أو ذكر هذا الكاتب حوالي 100 شخصية، يقول: العظماء 100 أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فأقول لك إن بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن سياسته وريادته وقيامه على شؤون أصحابه وقيامه على شأن العرب وشأن العجم ورسائله للقاصي والداني، دلت على أنه صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، فلا يذكره العدو ولا الحبيب إلا ويثني عليه. يعني سيبك من بعض المجرمين الذين يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم أو يرسمون له صورا يعني مسيئة أو غير ذلك، هؤلاء شذاذ وهؤلاء قلة، ولا يفعل هذا إلا حقود لا يرى ولا يسمع ولا يحس ولا يفكر، بل هو يعني إلى الموت أقرب، بل هو إلى حياة الحيوانات أقرب. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم المنصفون من الخلق لا يصفونه إلا بكل خير ولا يذكرونه إلا بالثناء الحسن. يبقى احنا عايزين نقول إن قوله تبارك وتعالى إن شانئك هو الأبتر، هذا وعد من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه سيقطع كل شانئ لرسول الله، سيقطع كل مبغض لرسول الله قطعا دنيويا وأخرويا، قطعا عن كل خير في الدنيا وفي الآخرة، فلن يذكر هذا الشانئ إلا وتصحبه اللعنات، ولن يبقى لهذا النبي ولأمته صلى الله عليه وسلم عدو إلا وسينكل المولى عز وجل به. قل لي كده، من اول ما النبي صلى الله عليه وسلم بعث عاداه مشرك العرب، ماذا صنع الله بهم؟ قتلهم الله، قتلهم الله في بدر وفي احد وفي الخندق والاحزاب وفي فتح مكة وغير ذلك، قتل الله تعالى من مشرك العرب وصناديدهم الذين كانوا يبغضون رسول الله ويبغضون دينه ويحاربون دينه.
اليهود الذين كانوا يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه حينما خانوا العهد بترهم الله تبارك وتعالى، بني قريظه، بني قينقاع، بني النضير، خيبر، كل هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم اوصى اصحابه قبل ان يموت الا يبقى في جزيره العرب دينان، لابد ان يكون الدين الظاهر الوحيد في جزيره العرب هو الاسلام. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم الجيوش الجراره، حاربت الروم ووعد بحرب الفرس وحرب الروم ويعني انهائهم وافنائهم لانهم حاربوا الله ورسوله. اين الروم والفرس؟ قتلهم الله تبارك وتعالى. كل من عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد بعثته صلى الله عليه وسلم والى يومنا هذا والى قيام الساعه ما تعاديه امه ولا يعاديه جماعه ولا يعاديه فرد الا قسمه الله تبارك وتعالى، لكنكم تستعجلون. للاسف الشديد الناس دايما بتحسب حسبه ايه؟ يعني حسبه الوقت واللحظه فقط. يقول لك فين يا عم، ما امريكا هي ولا روسيا هي ولا المشركين هم ولا الكفار هم ولا اللي بيعادوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا اللي بيرسموا صور مسيئه لا زالوا موجودين الى اخره. ما طبعا انت يعني بتستعجل النصر وبتستعجل صفة النصر، أما النصر فهو قادم لا محالة، وعد الله تبارك وتعالى لا ينقطع بحال من الأحوال، قال الله تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، مفيش كلام، خلاص دي قضية يعني إيه منتهية، قال الله تبارك وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز، قضية منتهية، يبقى الوعد سيتحقق سيتحقق. لكن صورة تحققه، ربما انت تتمنى صورة للتحقق، تحقق النصر دوت صورة معينة، او تتمنى ان يتحقق النصر في اللحظة والتو او في الوقت الفلاني. لا هذا ولا ذاك مراد الله تبارك وتعالى، لكن مراد الله ان يتحقق النصر. متى واين وكيف؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر هذا، وهو الذي يكتب هذا، وهو الذي يحقق هذا. يبقى أنت ما عليك إلا أن تثق في وعد الله تبارك وتعالى، وتثق في أمر الله تبارك وتعالى، وأنه ناصر الحق وأهله لا محالة. وما عليك إلا أن تتشبث بقوله: فصل لربك وانحر. هو ده المسؤولية بتاعتك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ما قالش النبي عليه وسلم فلتقطع شانئك يا محمد، أو لتقاتل شانئك يا محمد، لم يقل هذا، إنما قال: إن شانئك هو الأبتر. بعد ما قال له إيه؟ فصلي لربك وانحر. يبقى أنت يا محمد انشغل، انشغل بحسن الصلاة لربك وحسن النحر لربك وتقديم الهدايا، ونحن سننشغل بقطع دابر مبغضك يا محمد. يبقى الذين ينشغلون بأعدائهم اليوم أو غدا أو بالأمس، انشغلوا بأعدائهم بحيث أنهم قصروا في عبادة ربهم، أقول لهم: لن يأتيكم النصر. الذين انشغلوا بأعدائهم فنسوا أنهم غرق في كثير من الذنوب والخطايا، أقول لهم: لن يأتيكم النصر، لأنه النصر إنما يكون مع الطاعة ولا يكون مع المعصية. يبقى القضية هنا قضية لابد أن تتفتح في أذهاننا، عايزين نفهم دي حتة، الحتة دي كويس جدا. الله تبارك وتعالى يقول: إن أعطيناك الكوثر. خلاص أعطيناك، وسيتحقق هذا في الدنيا والآخرة. فصل لربك وانحر. هذا شأنك، وهذا هو المطلوب منك، أن تؤدي ما أمرت به تفصيلا. وربنا ذكر كما قلت في الحلقة السابقة، ذكر الصلاة والذبح لأنها تشمل كل أصناف العبادة شكرا وطاعة، أو استعانة وشكرا، استعانة وشكرا. بقي أن يقول له: إن شانئك هو الأبتر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمره بإخلاص العبودية له، فإذا ما تحقق إخلاص العبودية له ترتب على ذلك أنه سيقطع دابر أعدائه وسينصره على أعدائه لا محالة، لا محالة. يبقى احنا لازم نفهم وندرك هذه المعاني جيدا، أنه على العبد أن لا ينشغل بفعل الرب تبارك وتعالى، بل ينشغل بفعله هو. كل واحد مننا ينشغل بالمهمة بتاعته. ما هي مهمتي؟ ما هي مهمتك؟ ما هي مهمتك؟ أن نطيع الله تبارك وتعالى ونعبده كيفما أمر،
وحيثما أمر وبالطريقة التي أمر، نعبده وحده ولا نشرك به شيئا، ونعبده على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فعلنا هذا سيترتب على هذا إن شانئك هو الأبتر، سيترتب عليه إن شانئك هو الأبتر. أما أن نحن نبقى منشغلين متى سيقضي الله على هذا العدو، متى سيعود للمسلمين مجدهم وعزهم، متى سيتحد المسلمين المسلمون، متى سيكون للمسلمين قوة، متى، كل ده انت ما تنشغلش بيه. انت انشغل الاول بما امرت به حتى في نصرة دين الله تبارك وتعالى ونصر المسلمين. حينما قال الله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فهو أمرهم بالإعداد، ولكنه لم يعلق النصر بهم ولا بعدتهم، إنما علق النصر به سبحانه وتعالى، فقال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يبقى لابد على العبد أن يهتم بما أمر ليحقق له ما وعد الله تبارك وتعالى، أو ليحقق الله له ما وعده. تعبد الله كما أمر يحقق لك ما وعد، تعبد الله كما أمر يحقق لك ما وعد. خلي الذنوب، اترك المعاصي، نقي نفسك، التزم بأمر الله تبارك وتعالى، انشغل بفرض الله عليك في كل أنحاء ما أمرك الله تبارك وتعالى به، ثم متى النصر سيأتي. وعندنا قول المولى عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. الرسول والذين آمنوا معه يقولون متى نصر الله، وكأنهم استبطأوا النصر، لكنهم لم يشكوا أن النصر قادم، هم استبطأوه، هم يتمنونه الآن، يتمنونه في التو، يتمنونه بالصورة الفلانية، لكن الله تبارك وتعالى قال ألا إن نصر الله قريب. وما شكوا في وعد الله تبارك وتعالى، ما قالوش بقى لا ده خلاص احنا كده مفيش بقى، انتهى كل شيء وخلاص بقى احنا كده مش منصورين وخلاص احنا هنهلك وخلاص يعني ضاع الإسلام وضاع الدين وضاع القرآن وضاع، لا 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 لا، لم يقولوا هذا. إنهم واثقون في نصر الله، واثقون في نصر الله، لكنهم مع هذا يوقنون أن نصر الله تعالى يتحقق في الوقت واللحظة التي أراد وبالصورة التي أراد. يبقى لا تتدخل أنت في فعل الرب، لا تقول أريد النصر الآن، ولا تقول أريد النصر بالصورة الفلانية، لكني أتمنى منك يا رب وأرجو الله تبارك وتعالى أن ينصرنا نصرا عزيزا مؤزرا. وهذا التمني وهذا الرجاء لابد أن يكون ملحق به العمل، وإلا كانت هذه الأماني أماني كاذبة، كما قال الله تبارك وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. يبقى الأماني لوحدها ما تنفعش، تبقى قاعد حاطط ايدك على خدك ومستني النصر، ما ينفعش قاعد وانت لازلت في معصيتك وفي ذنبك ومستني نصر الله تبارك وتعالى، مش حياتي. لابد أن تقوم بما أمرت به ليحقق الله لك ما وعدك به، لابد أن تقوم بما أمرت به ليحقق الله تبارك وتعالى ما وعدك به. وربما بطء النصر أو عدم مجيء النصر سريعا أو تأخره فيه منفعة لك، بل هذا والله هو المحقق. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. استيأس الرسل يعني وصل الرسل إلى حد أنهم خشوا، أنهم تيقنوا أن أعداءهم لن يؤمنوا، وخشوا على أتباعهم أن يحدث لهم ريب أو شك أو يرتدوا. في هذه اللحظة الفارقة يأتي نصر الله تبارك وتعالى. حينما تظن أنه لن يأتي النصر أو أن النصر محال أن يأتي، سيأتي النصر.
في الوقت واللحظة والكيفية التي أراد الله تبارك وتعالى. عشان كده ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن شانئك هو الأبتر، أي لا تنشغل يا محمد بشانئك، لا تنشغل يا محمد بمبغضك، لا تنشغل يا محمد بهذا المستهزئ، إن كفيناك المستهزئين، بل انشغل فصل لربك وانحر. خلي ده شغلك الشاغل، أد الصلاة بالصورة التي أمر الله تبارك وتعالى وبالقلب الحاضر الذي أمر الله تعالى، وأد النسك بالصورة التي أمر الله تبارك وتعالى وفي الوقت الذي أمر الله تبارك وتعالى، وكن حياتك ومماتك كلها لله. عند ذلك إن شانئك هو الأبتر، سيأتي تحقيق وعد الله تبارك وتعالى أن يبتر شانئك هذا. وهذه الآية أيضا فيها تهديد لكل من تسوي له نفسه معاداة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هناك من يعادي رسول الله مباشرة، يعاديه في شخصه، في ذاته، في خلقه، وهناك من يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، يعاديه أي يعادي القرآن الكريم، وهناك من يعادي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة معاداة السنة، وهناك من يعادي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة معاداة الهدي الظاهر كالحجاب واللحية والنقاب وغير ذلك، وهناك من يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشريعة، وهناك من يعادي النبي صلى الله عليه وسلم في السنن والهدي العظيم النبوي العظيم صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء، كل الذين يعادون رسول الله، كل الذين يبغضون رسول الله ويبغضون القرآن ويبغضون الشريعة ويبغضون هدي رسول الله ويبغضون السنن، كل هؤلاء يبشرهم ربهم تبارك وتعالى بأنهم مقطوعون لا محالة، مقطوعون عن الخير في الدنيا، ومقطوعون عن النجاة والنعيم في الآخرة، مقطوع الذكر ومقطوع الذنب ومقطوع الخلف، وإن بقي لهم ولد فسيزري عليهم، وسيكون هذا الولد سبب لعنات الناس عليهم فضلا عن أعمالهم وما فعلوه من بغضهم لله ورسوله وللمؤمنين. فهذه الآية بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل بشارة للأمة من بعده، أن كل من شانأ رسول الله وشانأ القرآن وشانأ السنة وشانأ الشريعة وشانأ الخير الذي جاء به رسول الله وشانأ المؤمنين وشانأ الإيمان وشانأ الإسلام فإنه مقطوع لا محالة. كما ذكرت لكم، ما من أحد عاد رسول الله ولا عاد الإسلام إلا وذهب إلى مزبلة التاريخ، إلا واندحر، إلا وانقطع منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. احكي كده كل الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة أو عادوه في المدينة من المنافقين واليهود، أو عادوه على أطراف الجزيرة العربية من الفرس والروم، كل هؤلاء اندحروا، كل هؤلاء قتلوا، حتى الذين ارتدوا عن الإسلام، حتى الذين زعموا أنهم رسل وأنبياء قتلهم الله، كالأسود العنسي وكسجاح، يعني تابت إلى تبارك وتعالى بعد ذلك وأسلمت وحسن إسلامها، ومسيلمة الكذاب الذي قتل، وكل الكذابين الدجالين الذين جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قتلوا، كل الذين حاربوا دولة الإسلام قتلوا، كل الذين وقفوا أمام الإسلام قتلوا، الروم يعني هزموا في كل المعارك التي دخلوها أمام الإسلام، وإن انتصروا في بعضها إلا أنه كان في الأخير النصر الإسلام. كذلك الفرس، كل المعارك التي دخلوها أمام الإسلام كان المسلمون هم أصحاب اليد العليا وقتلوهم شر قتلة وانتصر الإسلام. والآن حتى بعد الحروب الصليبية الأولى والثانية والاحتلال لدول الإسلام، لا زال الإسلام موجودا، لا زال المسلمون موجودون، 1.6 مليون مسلم، 1.6 مليون مسلم، كل هؤلاء يعني أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيبقى الإسلام، وستبقى طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خزلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، أي تأتي القيامة وهم على ذلك.
سيبقى الإسلام لا محالة. الحروب الصليبية ومع قوتها ومع سفك الدماء بسببها ومع يعني تدمير بلاد الإسلام، إلا أنه عاد الإسلام مرة أخرى ودمرت الحروب الصليبية وعادت الدولة الإسلامية قوية فتية، وحتى دخل الإسلام إلى أواسط أوروبا وشرقها وغربها، وذهب إلى أمريكا وإلى روسيا وإلى كل بلاد الدنيا حتى إلى أقاصي الصين. فالإسلام باقي لا محالة والنصر قادم لا محالة، لكن الله تبارك وتعالى ربط النصر بمشيئته، ربط النصر بإذنه تبارك وتعالى في الوقت الذي يريد وبالصورة التي يريد، لكن وعد الله قائم لا محالة. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لابد أن ينصر الله تبارك وتعالى هذا الدين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، لابد أن يظهر الإسلام القرآن والسنة على الدين كله، لابد أن يبقى هذا النور إلى قيام الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يعني تقوم الساعة حتى يدخل الله هذا الدين كل بيت من مدر أو وبر، يعني كان في المدن ولا كان في القرى، كان في البادية ولا كان في المدينة، كل بيت من مدر أو وبر، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وأهله وذلا يذل به الشرك وأهله. لكن لابد أن يدخل الإسلام على الناس بالصورة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يمكن بحال من الأحوال أن نصدر الإسلام للناس بصورة فيها ظلم وفيها جور وفيها استهانة بالحرمات وفيها استهانة بالممتلكات، لا والله، بل لابد أن يصدر الإسلام للناس في أجمل صوره وأبهى صوره. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه إذا خرجوا في غزاة ألا يغيروا على الناس ليلا، يعني ما يخشوش بلاد الناس دي ليلا، ولا يدخلوا عليهم حتى ينذروهم ثلاثا، قيل 3 أيام أو قيل 3 نذر، إما الإسلام أو الجزية أو السيف. إذا الإسلام علمنا أن نعرضه للناس بأبهى صورة وأجمل صورة، الصورة الحسنة السمحة اللطيفة الرقيقة التي هي تحرص على الناس أن يدخلوا الجنة، لا تحرص على الناس أن يقتلوا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان في مرة جالس ومرت عليه جنازة يهودي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني وقف، وكان من شأنه صلى الله عليه وسلم أن يعظم الموت ويهاب الموت صلى الله عليه وسلم، فقيل له: إنها جنازة يهودي أو إنه يهودي. قال صلى الله عليه وسلم: نفس تفلتت مني إلى النار. حزن النبي صلى الله عليه وسلم، حزن واتضايق إن نفس تفلتت منه إلى النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص جدا إن الناس تدخل الإسلام، مش حريص إن الناس تموت أو تخاف أو تترعب من الإسلام أو يسفك دماءها، لا والله، حرصه صلى الله عليه وسلم أن يسلم الناس هذا حرص عظيم. مر في إحدى الغزوات وجد امرأة مقتولة، وجد امرأة مقتولة، فقال: ما كان ينبغي لهذه أن تقاتل. يعني النساء لا تشارك أبدا بحال من الأحوال في القتال ولا في الحرب بحال من الأحوال، هذه سنة المشركين وسنة الكفار، ليس من سنة الإسلام أبدا ولا المسلمين أن يدخل أو يشارك النساء في القتال مباشرة أو أن يحملوا السلاح، إنما النساء تكون في مؤخرة الجيوش إن استعين بهم من أجل علاج الجرحى، من أجل سقيا الجرحى، من أجل علاج المرضى، من أجل الإمداد، من الممكن إذا كان في حاجة لهذا، وإلا فالأصل قرار المرأة في البيت والحفاظ عليها وعلى عفتها وطهارتها والحفاظ عليها في خدرها. المقصود أنه سلم لما شاف امرأة مقتولة في الحرب قال: ما كان ينبغي لهذه أن تقاتل. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه ألا يقتلوا صبيا ولا امرأة ولا فلاحا في أرضه ولا راهبا في كنيسته أو في بيعته ولا رجلا كبيرا ولا من لم يحمل السلاح. سبحان الله، وكان صلى الله عليه وسلم حريص على أن يترك الناس يختاروا،
قال الله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. هذا حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان حريص أن يدخل الناس في الدين حبا وتعظيما وإجلالا، يروا الإسلام بأعينهم ويعيشون في كنف الإسلام، فيؤمنوا ويسلموا وهم في غاية السعادة والفرح والسرور. هذا هو الإسلام يا إخوتاه، هذا هو دين الله تبارك وتعالى. فقوله تبارك وتعالى: إن شانئك هو الأبتر، كما قلت لكم، كان وعدا من الله تبارك وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم أن ينصره وينصر أمته من بعده، وأن يقطع دابر كل شانئ وكل مجرم وكل مبغض للإسلام والمسلمين. لكن ما على المسلمين إلا أن ينشغلوا بما أمرهم الله وما فرضه عليهم، وهو القيام بهذا الدين. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، يعني لابد من الالتزام بالإسلام كما أمر الله، لا إفراط ولا تفريط، لا تضييع لأوامر الإسلام ولا مغالاة في تطبيق أوامر الإسلام، لا هذا ولا ذاك. لأننا أمة وسط، أمة الحق، أمة الصراط المستقيم الذي لا ينحرف أبدا عن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة الكرام، إن شانئك هو الأبتر، قلنا أن هذه بشارة من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه سيقطع دابر هؤلاء الشانئين المبغضين المجرمين، وأنك يا محمد لا تنشغل بهم، بل انشغل بأداء ما افترض الله عليك من أوامره ونواهيه صلى الله عليه وسلم، وافرح واسعد يا محمد بما أعطاك الله تبارك وتعالى، وسيعطيك في الدنيا حتى ترضى، وسيعطيك في الآخرة حتى ترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه كل من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم، أو أبغض القرآن، أو أبغض الشريعة، أو أبغض المؤمنين، أو أبغض الإيمان، فإنه مقطوع لا محالة، مقطوع عن الخير في الدنيا ومقطوع عن الرحمة في الآخرة، وأنه مبتور في الدنيا كما قال الله تبارك وتعالى: إن شانئك هو الأبتر. شوف اللفظ القرآني الأبتر، أي الأقطع، وهذه صيغة مبالغة. وحينما يقول إن شانئك، هذا تأكيد، هذا تأكيد لا محالة. لابد أن يدخل في قلوبنا أيها المؤمنون الطمأنينة، الطمأنينة واليقين الكامل أن الله تبارك وتعالى سيقطع دابر الشانئين لا محالة. الأمر الثالث أنه لابد أن ينشغل المؤمنون بما أمروا به أن ينشغلوا، فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. الأمر الرابع أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يرعى الله تبارك وتعالى أولياءه ثم يترك نبيه، كما قال الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذا كان الله تبارك وتعالى يأذن بحرب من عاد صالحا من الصالحين ومؤمنا من المؤمنين، فكيف إذا عاد هذا العدو نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن الله تبارك وتعالى يغار لنبيه ويعظم نبيه ويحفظ نبيه ويعصم نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين. وكما قال الله تبارك وتعالى في غير ما آية يبين حفظه ورعايته لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه مؤد مهمته لا محالة، ولابد أن تتعلم أمته من وراء ذلك: فأدوا مهماتكم واتركوا ما تكفل الله تبارك وتعالى بأدائه. لا تتدخلوا في مراد الله تبارك وتعالى، ولا تعبثوا أبدا في أوامر الله تبارك وتعالى. استمسكوا بشرع الله، استمسكوا بدين الله تبارك وتعالى، أقيموا دين الله تبارك وتعالى في بيوتكم وفي مصانعكم وفي مدارسكم وفي شوارعكم في كل مكان. ادعوا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، مروا بالمعروف، انهوا عن المنكر، صلوا بالليل والناس نيام، صوموا بالنهار،
يعني افعلوا الخير، تصدقوا، اقرأوا القرآن، علموا الناس، لا تتركوا أبدا بابا من أبواب الخير ولا معروفا إلا وتطرقوه. خالق الناس بخلق حسن، تبسمك في وجه أخيك صدقة، صبرك على الأذى صدقة، أمرك بالمعروف صدقة، نهيك عن المنكر صدقة، تقول سبحان الله صدقة، الحمد لله صدقة، لا إله إلا الله صدقة، الله أكبر صدقة، وهكذا. لابد أن تنهضوا مرة أخرى، هبوا أيها المسلمون، هبوا أيها المسلمون نصرة لدينكم ونصرة لربكم تبارك وتعالى ونصرة لنبيكم صلى الله عليه وسلم. اعملوا بكتاب الله، اعملوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنشغلوا بأعدائكم، لا تستبطئوا نصر الله تبارك وتعالى، انشغلوا بما أمرتم به. وأنا واثق كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. كتب يعني هذا أمر مفروغ منه، هذا أمر مفروغ منه. حتى الأنبياء الذين قتلهم أعداؤهم أو الذين لم يؤمن بهم واحد، نصرهم الله أيضا، لأنه ببقاء ذكرهم الحسن نصر. حينما يذكر كل نبي من هؤلاء الأنبياء تصلي عليه، تقول عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم، كل نبي من هؤلاء الأنبياء لا زال ذكره في القرآن الكريم ولا زال ذكره باق إلى قيام الساعة. كل نبي من هؤلاء الأنبياء بلغ قومه الرسالة التي جاء بها وأقام عليهم الحجة، وهذا هو النصر، هذا هو النصر يا أخوتي. النصر ليس نصرا ماديا فحسب، النصر هو إبلاغ الحق إلى الخلق ابتداء. إذا أبلغت الحق إلى الخلق فقد انتصرت ونصرك الله. هم اتبعوه أو لم يتبعوه، قد أديت ما عليك، قد أديت ما عليك. فإذا أضاف الله لذلك نصرا ماديا فهذا من فضل الله. ولذلك أنا عايزك تقرأ الآيات دي في سورة الصف وتركز أوي فيها، لما يعني قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون، يغفر لكم من ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. شوف، وأخرى تحبونها، تحبونها، يعني إذا الناس فعلا يحبون النصر المادي الظاهر اللي فيه الأزاهيج والأفراح، وينسون أن هذا النصر ربما يكون نقمة على العبد، لأنه ربما ينشغل به عن أداء ما افترض الله عليه. فالنصر الأساسي والتجارة الأساسية هو أن تعمل بدين الله على نور من الله، وتتبع رسول الله وهديه على نور من الله تبارك وتعالى، وتبلغ دين الله للخلق. فإذا فعلت ذلك فقد انتصرت. فإذا أضيف إلى هذا النصر نصرا ماديا فبها ونعمة، وإلا فإنك والله منصور. أسأل الله تبارك وتعالى ألا يقطع عطاءه عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يصلي عليه بكرة وعشية، وأن يصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وأن يعطيه العطاء المرضي في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا في ظل عرشه يوم القيامة، وأن يجعلنا تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأن يسقينا شربة هنيئة من حوضه المورود لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجعلنا من أهل الجنة، وأن نشرب من نهر الكوثر، وأن يجعلنا الله تبارك وتعالى من المبلغين لدين الله تبارك وتعالى، وأن ينصرنا على أعدائنا، وأن يبتر أعداء الإسلام أينما كانوا وحيثما كانوا وكيفما كانوا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر ويرحم ويتجاوز عما يعلم، إنه هو الأعز الأكرم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. له عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلاب، عن مكة باح النبي بحبه، علم العظيم.
الندى وإن تطيعوه تهتدوا. يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية تحفة الدعاء وطلبة العلم، الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، موسوعة للطفل والشاب والأسرة.